أسرع واحد في الملعب حاليا طبعا أنا شايف محمد صلاح كبره دلوقتي في لعيبة كتيرة برضو سريعة، بس برضو زي ما قلت لك السرعة ما انت مش شرط ان انت تبقى سريعة وخلاص، لازم يبقى في تفكير ازاي انت بتجري وازاي انت تستغل السرعة بتاعتك في اوقات معينة. في لعيبة كتيرة دلوقتي سريعة يعني، لكن محمد صلاح طبعا الوحيد اللي بيستغل السرعة بتاعته بشكل كبير يعني، وبتأثير على المرمى يعني. مين احسن واحد؟